حمدي، المشهد الإعلامي يمكن حضرتك طبعا كنت دايما مشرفني كتير واتكلمنا في الحالة نفسها، ومع خروج نقابة الإعلاميين أخيرا يعني للنور والهيئة الوطنية للإعلام وإلى آخره، قلنا هنضبط المسألة. الضبط معناه رقابة، معناه أنه لما الإعلام نقول لازم يكون داعم للأمن القومي المصري ومؤسسة الدولة، يبقى أنا كده بصادر على الحريات وعلى أنه يكون كله صوت واحد ومفيش مجال للنقد والاعتراض. شايف ده إزاي يا فندم؟ هو مبدئياً اللي بيحذر من رقابة أو رأي المجتمع المدني، يعني إحنا كنقابة زي نقابة الصحفيين نحن نمثل المجتمع المدني ونمثل الدولة وليس النظام الحاكم. وبالتالي لما بيكون في هذه المراجعة والمتابعة، ده المجتمع المدني هو اللي بيعمل ده. وبالتالي اللي بيحذروا بقى يقولوا لا ده هيبقى فيه رقابة وهيبقى فيه اعتقد ان هم اللي هم عاوزين يستمروا في حالات انفلاتية شغالة ونوع من الفوضى شغال، وده موجود يعني يمكن ولسه موجود في حالات موجود في حالات واضحه جدا وضوح الشمس. واحنا في النقابه تابعنا التصدي ليها بقى، يقول لك برضه مش واضح وقوي. لا، واوقفنا اكثر من اعلاميه واعلامي. حدث تعثر في الموقف مع اعلامي معين نتيجه لللبس اللي موجود بين نقابه الاعلاميين والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. احنا شفنا الحلقة اللي احنا حبينا نحاسب عليها صاحبها، واخترناه ببيان ان في تحقيق وفيه في المجلس الاعلى. فوجئنا ان هو جم طلع قرار ده الفيديو اللي نشره ده دس عليه وان يكفي الاعتذار، فعمل نوع من اللبس في الاختصاصات واستغل ده بقى من اللي هو الاعلام اللي المفروض ان احنا بنحاسبه والقناة بتاعته، فاستمروا ما سألوش بقى في الموقف من النقابة، وعملت نوع من القلق ونوع من كان فيه فرحة شديدة جدا ان والله كويس نقابة الإعلاميين خدت خطوة واثنين وثلاثة واربعة مع الناس ومشى كويس قوي. لكن